نبدأ وبالله نستعين. نحييكم بأجمل تحية مشاهدينا متابعينا الكرام. ينطلق الشوط 17 على بركة الله وتوفيقه. نتمنى لجميع المشاركين التوفيق، نتمنى لمحبي هذه الرياضة وعشاق هذه الأصالة التوفيق المستمر. مشاهدينا متابعينا الكرام، منذ قليل مبكرا انطلق الشوط 17 الذي رصد ألفية الأبكار لسن الحجاج، ونذكر بالمسافة هي المغررة 3 كيلومترات تحملها هذا العنوان المميز وتحمل هذا السرب الجميل. دعونا نسير حتى نتعرف إلى مسار هذا الاندفاع المميز. عودتنا مباشرة على بداية هذا الشوط حتى نسير على المركز الأول. إذا نفتتح الإذاعة مع مقدمة هذا الشوط، نتابع الصدارة هناك، ننطلق مع المركز الأول الأغزية المملوكة لحمد بن سالم الشرقي الذي مع المركز الأول، بينما نسير مباشرة بالمركز الثاني هناك الغدوم. خلنا نتعرف يا بن بي على المركز الثاني، حيث هناك الأسماء الجميلة المشاركة لهذه اللحظات. ناخذ المركز الثاني، هناك نعود مع عوائد الذي قادمه، سالم بن كرامة العامري، بينما العودة إلى المركز الثالث. بنسير على المركز الثالث، ناخذ هناك من قبل مهمة الذي قادم حمد بن هلال بن زفنة العفاري. أما مركزنا الرابع الغدوم، ما شاء الله من المركز الرابع تحمل هذا الاسم الجميل. ناخذ الشواهين الذي قادمه، تعود ملكيته لغانم بن حميد النعيمي الذي اتى بالمركز الرابع، بينما العوده الى المركز الخامس هناك راهيه بطريقها صالح بن خليفه بن راشد المهيري. هذه الاسماء الذي تشارك بنداء، هذه الاسماء الذي لها دور مميز. ولكن ترغب كالعاده نذكر باسماء لم يحلها موعد المشاركه مع البدايه. إذن على البداية بنسير مع المركز الأول، هناك وعود على الصدارة. سالم بن كرامة العامري هو يتحكم بمسار هذا أو عوايد على الصدارة، عوايد على الصدارة، نغلة إلى المركز الثاني. هناك شواهين بطريقها على المركز الثاني، غانم بن حميد بن بخيت النعيمي. أما مركز الثالث الغدوم عندك يا بن زفنة، يا العفاري غادم غدوم جميل. بينما ناخذ المركز الرابع هناك الأسماء المميزة من تحمل هذه الأسماء الجميلة. المركز الرابع الغدوم من قبل، هناك مزوم بطريقة لسعيد بن علي الأعويسي، تنطلق إلى الصدارة. أهالي سلطنة لهم دور مميز بعالم الأصالة وتحدي. ولكن بنتابع المركز الثاني، هناك علاج بطريقة السهيل بن مبارك بن عامر الذي مع المركز الثاني. ولكن ارصد لي الغدوم من شقرة، هناك سعيد بن خليفة بن حميد الذي ينطلق مع الصدارة، يسيطر مع هذا المسار الجميل. يا سلام يا سلام، إلى وين دخلنا؟ هناك شعار بن فاضل بطريقة يشكل خطر الأغوى، يشكل مسار هذا الشوط الجميل. يا سلام يا سلام، ارصد لي هناك الغدوم شعار بن فاضل من يحمل هذا الاسم الجميل. هناك زاخر بطريقة مبارك بسيب بن فاضل المزروعية، عودنا هذا الشعار، عودنا بإنجازه. ولكن من الجانب الثاني، هناك مهمة بطريقة، أو هناك من تحمل رقم 13 هي لحمد بن هلال بالزفنة العفاري. ولكن مركزنا الثاني الغدو ما شاء الله وصايب بطريقة يمعى بن علي الخيل، خلوني مع الصدارة. تهانينا بالمركز الأول بهذا الإنجاز الجميل، تهانينا لحمد بن هلال بن بالزفنة العفاري. المركز الثاني مشاهدينا لجمعة بن علي الخيل. المركز الثالث نتعرف إلى المركز الثالث، ناخذ مركزنا الثالث هناك من نصيب لمبارك بسيب بن فاضل المزروعي. أما المركز الرابع، مركزنا الرابع كان من نصيب شقرة لسعيد بن خليفة بن حميد الذي مع المركز الرابع. والمركز الخامس، مركزنا الخامس إذا مزون
تعود ملكية السعيد بن علي العويسي. هذه الأسماء الذي تابعناها إلى حضراتكم كاملة مكملة، ولكن تهانينا للجميع، تهانينا لمن حصل بالتهاني. هناك مهمة الذي حصلت بمهمة هذا الشوط، هناك حمد بن هلال بالزفنة العفاري هو حصل بالتهاني وناموس. إذن توقيتنا الزمني كالعادة ننتظر هذا التوقيت المميز. إذن توقيت مهمة 4:40 أربع أجزاء من الثانية. تهانينا لحمد بن هلال العفاري. أما المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام، كان مركزنا الثاني من نصيب. إذن مركزنا الثاني هناك ليمعة بن علي الخيلي وصايف وحص إنجاز وإعجاب للحق نور للمواطن. إذن نصايح الذي حصلت بالمركز الثاني مشاهدينا متابعي الكرام، توقيت الزمني 4:41 وجزء واحد من الثانية. والمركز الثالث كان من نصيب زاخر. تهانينا لمالك زاخر. إذن مبارك بنسيب بن فاضل المزروعي، حصلت ب4:42 وجزئين من الثانية. هكذا كانت المتابعة مشاهدينا متابعي الكرام. عودة بالماكل الزميل سالم بن علي الحبسي.